إنه يوم العظيم يوم الفتح من نوفمبر ذكرى اندلاع الثورة التحريرية في أول نوفمبر 54، وها نحن في عشية أول نوفمبر 2022. على كل حال اندلعت الثورة التحريرية وكانت تضحيات من الشعب الجزائري ما يقدر بمليون ونصف من الشهداء، وسبع سنوات ونصف من الحرب. على كل حال نحن نذكر هذه الذكرى ونعتبرها ذاكرة خالدة مع مر الأجيال. كما نلفت انتباه من يتابعنا في هذا التسجيل إن الثورة التحريرية أنشأت جبهة جنوبية بدولة المالي بمنطقة كيدال قاعدة عسكرية، وبمنطقة جاو قاعدة سياسية. هذه القاعدة كانوا جنودها ومناضليها كلهم من الجنوب الجزائري، ما يقدر بتمنيات جندي في هذه القاعدة، والكثير من وهذه الجنود كلهم من أبناء الجالية التي تقيم هناك لدولة المالي أو دولة النيجير أو غيرهم من دول بلدان غرب أفريقيا. هذه الجبهة الجنوبية القيادة السياسية كانت في جو، والقاعدة بقيادة محمد الشريف مسعدية رحمه الله، والقاعدة العسكرية كانت في منطقة كيدال بقيادة عبد الله بن هوشات رحمه الله، وقاعدة ثنائية أيضا كانت في طهرت بالهكر تحت قيادة سحمة بن دريا رحمه الله. على كل حال الجالية الجزائرية في غرب أفريقيا شاركت الثورة التحريرية تحت لواء الجبهة الجنوبية، والجبهة الجنوبية كانت يعني قال الهوال بو مدين رحمه الله إن بفضل هذه الجبهة جاء الاستقلال مسبق لمدة سنتين. علاه؟ لأنه كانت فيها 8 جندي، والمخابرات يعني ذات دعايات بأنه فيها 8000 جندي، ولهذا فرنسا في ذاك الوقت يعني مشات المفاوضات للاستقلال في ليبيان وغيره. المهم هذه الذكرى هذه لا يستهل بها بالنسبة للشعب الجزائري، الشعب الجزائري اللي هو حقيقة عنده الروح الوطنية ومؤمن بمبادئ الثورة التحريرية، كما هو يعني مؤمن بضحايا هذه الثورة من مجاهدين وشهداء. وبدون إطالة نهني الشعب الجزائري كله بهذه المناسبة، أتمنى له الصحة والعافية، كما أتمنى له البركة في العمر، كما أتمنى لدولتنا الجزائر الأمن والاستقرار والاستمرارية. وكل عام وأنتم بخير،
الله يرحم الشهداء الجزائر المجد الخلود للشهداء الأبرار والسلام عليكم.